أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة. اليوم نحييكم أينما كنتم، وقبل أن نبدأ الحلقة نستعرض لكم محاورها. بايرن ميونخ يرفع كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية بتاريخه. بروسيا دورتموند يسقط في أمبوليس أرينا أمام أوكسبورغ بالدوري الألماني. قمة مبكرة بين روما وجوفنتوس في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. توج بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على إشبيليا الإسباني بهدفين لهدف على أرضية ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجرية وبحضور 20,000 متفرج. وبعد الشوط أول مثير تحصل فريق إشبيليا على ركلة جزاء ترجمها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بنجاح إلى هدف التقدم للفريق الإسباني عند الدقيقة 13. بعد الهدف ضغط البايرن حتى أدرك ليون غوريتسكا التعادل عند الدقيقة 34 وبه انتهى الشوط الأول. ورغم الهجمات المتبادلة لم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني لتمتد لشوطين إضافيين حتى نجح الإسباني خافي مارتينيز في ترجيح كفة العملاق الألماني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 4 بعد 100 ليرفع بايرن ميونخ كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه. ولمناقشة محاور حلقة الليلة تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الإعلامية والصحفية الرياضية ليال أتيماني. فأهلا ومرحبا بك ليال على منبر قناة اليوم. أهلا بك يا كابتن، مساء الخير لكل حضرتك ولكل المشاهدين. أهلين ليال. إذن البايرن ميونخ سيدا لأوروبا للمرة الثانية في تاريخه. البايرن يحصد اللقب الرابع هذا العام بقيادة هانز فليك. نعم، باير وصل إلى الرباعية مجددا وهو يعني يحاول الوصول إلى الخماسية قريبا في مباراة لم تكن سهلة أبدا في بودابست عندما لاقى الفريق الأندلسي إشبيليا. حقيقة المباراة توقعها الجميع بأنها مباراة صعبة، ولكن بدايتها كانت فعلا حيث أن إشبيليا دخل بقوة كبيرة إلى المباراة والسيطرة لما يقارب 15 إلى 20 دقيقة. أتت من خلال ضربة الجزاء في مرمى نوير، وهنا تغيرت مجرى المباراة ويعني حصل هناك الزعزعة في فريق باير. ثم بعد الهدف حاول باير مجددا الانقضاض على إشبيليا وحاول تسجيل الهدف، وبالتالي هنا لمحنا أن إشبيليا عارفة كيف يسيطر على بايرن ميونخ، لأنه كما شاهدنا في المباريات السابقة كان من الصعب جدا على أي فريق أن يسيطر وأن يأخذ الكرة من باير، لأن إشبيليا ولوبتيجي تحديدا استطاع أن يمسك باير حيث أنه لعب بدفاع متقدم، ضغط على الخطوط الوسطى بحيث أن لاعبي باير لم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه الخطوط، ولذلك وجدنا نوير يقوم بتسديد كرات بعيدة المدى مرارا وتكرارا حتى أنه حاول إيصالها إلى غوريتسكا، مولر وليفاندوفسكي وحتى جنابري لتسجيل هدف التعادل. وفي الشوط الثاني أيضا عاد إشبيليا وحاول مجددا الضغط على باير، لكن هذا الأمر لم يأتي حقيقة بنتيجة، إذ أن هانز فليك قام بإدخال توليسو إلى الوسط، يعني قام بإرباك وزعزعت الفريق الإشبيلي، لأن الإشبيلي صمدوا حتى نهاية الوقت الأصلي. وهنا عندما ذهبنا إلى الوقت الإكسترا تايم فعليا كان من الصعب على إشبيليا الصمود بدنيا أمام بايرن ميونخ، ولذلك كان من المتوقع أن ينهزموا وبعد إدخال خافي مارتينيز
حتى الهدف. نعم ليال، كما تفضلتي كان من الصعب لإشبيليا في الوقتين الإضافيين مجاراة البايرن، باعتبار كما نعلم لو قارنا بين استعدادات إشبيليا للموسم واستعدادات البايرن تبقى الفوارق مذهلة وكبيرة جدا. إشبيليا فقط بعد 12 يوما لعب السوبر الأوروبي، بينما البايرن خاض الدوري الجولة الافتتاحية وتغلب على شالكي كما نتذكر بثمانية أهداف مقابل لا شيء، يعني فروقات كبيرة حتى من ناحية الاستعداد. ورغم ذلك كان إشبيليا وفريق لوبيتيغي ندا قويا للعملاق. نعم فعلا، يعني أنا باير كان مستعدا أكثر من خلال التدريبات والمباراة التي شارك فيها أمام شالكي، وخاصة بعد الفوز الكبير بثمانية أهداف لصفر. لكن إشبيليا عرف جيدا، أو تحديدا المدرب عرف جيدا كيف يؤذي باير من خلال لعب دفاع متقدم. وهنا وجدنا أن زولي وألبا ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وتحديدا ألبا كان يعني سيئا في معظم المباراة، وبسببه هو زولي أتت ضربة الجزاء. ولذلك كان من الجيد تواجد هرنانديز الذي كان الأفضل دفاعيا. وهنا يجب أن نركز على الأمر أن نعم باير هو أفضل بدنيا، لكن بدأ الفريق يشعر بالتعب، وهذا ما أكده ليفاندوفسكي بالإضافة إلى نوير. ولذلك المدرب هانز فليك يطالب ببعض التعاقدات الإضافية للفريق، لأن الموسم ما زال في بدايته، هناك الكثير من المباريات القريبة قريبة التوقيت. ولذلك الفريق اليوم متعب بعد الأبطال والدوري والسوبر، والآن يأتيه السوبر الألماني. لذلك بدنيا نعم هم جاهزون ومرتاحون، ولكن نوعا ما بدأ الفريق يتعب، بدأ اللاعبون الأساسيون يتعبون. طيب بحاجة الآن إلى بدلاء. طيب ليال، هل يعود التفوق البافاري على الفريق الأندلسي إلى حنكة المدرب هانز فليك وتفوقه على المدرب لوبيتيغي، أم لجودة وإمكانيات الفردية للاعبي البايرن؟ وهذا ما توضح جليا عندما تصدم نوير لانفرادة حقيقية وفرصة محققة قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة للمغربي يوسف نصيري. تحديدا كابتن، كما قلت بايرن يتفوق بالمهارات الفردية الموجودة لدى لاعبيه، بالإضافة إلى حنكة وذكاء هانس فليك الذي أدخل ديفيس في الوقت الإضافي، وكلنا نعلم كما أنه لاعب مزعج وسريع، بالإضافة إلى مارتينيز وتوليسو تبديلاته كانت ذكية. لوبتيغي أيضا عندما أدخل بادك في الشوط الثاني أيضا كان مزعجا لبايرن، ولكن هناك فوارق كبيرة. والأهم من كل بنظري من دائما يجعل بايرن يفوز ويصله للنهائي طبعا العامل الفريق بشكل عام، ولكن مانويل نوير هو حارس، هو مدافع، هو رقم واحد في الفريق، نستثني طبعا اهداف ليفاندوفسكي التي ساهمت في فوز الفريق ولكن في معظم المباريات. ولكن مانويل نوير لولا تصدياته في دوري الابطال ويوم السبت امام إشبيليا حقيقه منذ يومين لما كان باير قد حصل على السوبر، وهذا امر واضح جدا. يعني كان نصيري سوف يسجل الهدف، لكن نوير بهيبته وذكائه وقوته صد هذه الكره، بالاضافه للكثير من الكرات في مباريات مختلفه. لذلك باير يمتلك فريقا اخر في الخلف وهو مانويل نوير. نعم فعلا، البايرن اذا استحق كاس السوبر بكل جداره واستحقاق، وهو الانتصار 23 تواليا للعملاق البافاري. نذهب من ليال، اسمحي لنا ان نتوجه من المانيا عفوا من المجر الى المانيا، لكن بعد الفاصل. حقق أوكسبورغ انتصارا مفاجئا على ضيفه بروسيا دورتموند، وغلبه بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. ونجح صاحب ملعب إمبوليس أرينا في افتتاح النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق بواسطة فيليكس أودوخاي. وفي الدقيقة 54 ضاعف الإيطالي دانييل كاليغوري النتيجة لصالح أوكسبورغ الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند 3 نقاط. كما شهدت الجولة تعادل بايرن ليفركوزن ولايبزيغ بهدف لهدف، وبروسيا مونشنغلادباخ ويونيون برلين بنفس النتيجة.
ليال سقوط مفاجئ حقيقة لبروسيا دورتموند وأداء غريب لأسود الفيستيبال. دورتموند دخلوا إلى هذا الموسم هم يقولون أنهم سوف يسيطرون على الدوري الألماني وسوف يكونون منافسين أقوياء لبايرن ميونخ، ولكن للأسف في المباراة الأولى يعني سقوط مدوي فعليا للفريق. صحيح. بالرغم من أن السيطرة والاستحواذ كان كاملا لبروسيا دورتموند، كان عندهم 13 تسديدة، كان عندهم 70% الاستحواذ و 11 ركلة من ركنية بعكس أوكسبورغ، ولكن للأسف المشكلة الأساسية في دورتموند تخلوا عن أبرز اللاعبين. يعني أشرف حكيمي اليوم شاهدنا يعني تأثير غيابه عن الفريق بالإضافة إلى تشكيلة المدرب. يعني حتى اليوم المدرب لم يقنع الجمهور، وبالإضافة إلى أن الإدارة ما زالت متمسكة فيه، تشكيلته وطريقة لعبه مختلفة تماما. بروسيا دورتموند يملك أسماء شابة قوية جدا، معهم هالاند، معهم سانشو، معهم الكثير من اللاعبين، لكن مشكلتهم هي في تكتيك المدرب السيء جدا، خاصة في خط الدفاع والوسط، يعتمد على أسماء حقيقة ليس لا يجب الاعتماد عليها، يمكنها أن تكون دكة. حتى طريقة التشكيلة كان من المفترض أن تكون مغايرة كليا. يعني أوكسبورغ ليس بهذا الفريق القوي جدا، وكان بالإمكان بكل سهولة دورتموند الفوز عليه، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في المدرب، حيث لعب بثلاثة قلوب دفاع أمام هجوم. يعني أوكسبورغ كان يهاجم معظم المباراة، ولم نرى أبدا رد فعل من دفاع بروسيا دورتموند. كما قلت لعب بثلاثة قلوب دفاع، كان عليها أن يلعب بأربعة مدافعين، يعني كان عليه أن يغير تشكيلته بطريقة كاملة، إلا أن للأسف المدرب ما زال نفس التشكيلة على نفس الأخطاء، بالإضافة لتخليهم عن أشرف حكيمي، ولا نعرف إذا كانوا سوف يعني يتمسكون بسانشو. إذا خسروا هذا اللاعب فدورتموند سوف يسير إلى طريق أسوأ مما هو عليه اليوم. نعم ليال، يعني الغريب هي تصميم وإصرار إدارة بروسيا دورتموند كما ذكرت على التمسك بمدربها. لماذا لا تقلد إدارة بروسيا دورتموند إدارة البايرن الذي أقالت الكرواتي نيكو كوفاتش ووكلت أو كلفت هانز فليك، وشاهدنا النتائج تباعا، حصد لقب الدوري الألماني وكأس السوبر بجدارة واستحقاق، وأيضا دوري الأبطال، وأخيرا السوبر الأوروبي. فعلا يعني الكل يوم يتفاجأ ويطرح نفس السؤال، لماذا هذه الإدارة لم تتخلى حتى الآن على لوسيان فابر؟ يعني مدرب حقيقة ليس كارثيا، هو مدرب جيد، ولكن نفس الأخطاء، أخطاؤه متكررة بشكل كارثي في كل مباراة، وهذه إذا كانت هذه البداية فما بالنا في بقية الموسم. وإذا نظرنا إلى إدارة بروسيا دورتموند، هي بعيدة بكل الطرق عن إدارة بايرن ميونخ، يعني حتى أنها في تخليها عن أبرز اللاعبين لا تشبه باير. كان يجب على الإدارة أن تحافظ على أشرف حكيمي أو أن تحضر بديلا بنفس قيمة هذا اللاعب، بالإضافة إلى تقوية دفاعها، لا بالاعتماد على نفس الأسماء، وأسماء حقيقة يعني حتى يجب أن يضعونها على الدكة، لأن الإدارة لم تقم بتعاقدات مميزة، بالإضافة إلى إبقائها على هذا المدرب. يعني يوجد مدربين حاليين يعني بإمكانهم إحضارهم، ولكن يبدو أن الإدارة مقتنعة حتى يومنا هذا بلوسيان فابر، ولكن إذا استمرت هذه النتائج السلبية يعني لا نستغرب إذ تمت إقالة فابر وإحضار مدرب آخر. ولكن مع هذه الأسماء نعم سيتحسن الفريق، ولكن يجب قبل انتهاء سوق الانتقالات أن يقوموا بتدعيم خط الدفاع. نعم، نتمنى أن يتحسن مستوى بروسيا دورتموند، خاصة أن لديه مواجهة مهمة ومهمة جدا أمام العملاق البافاري في كأس السوبر الألماني. نذهب إلى قمة أخرى ليال، هي قمة باير ليفركوزن وفريق لايبزيغ التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. نعم ليال، باير ميونخ، ونعرف في هل تسمعني؟ أسمعك جيدا.
نعم، إذا كما قلت لايبزيغ هو أيضا يعني مهاجم قوي لبايرن ميونخ، ولكن اليوم في هذه البداية أيضا تعثروا أمام بايرن ليفركوزن. طبعا ليفركوزن ليس بهذا الفريق السهل، لكن لايبزيغ بدأ بداية قوية جدا للمباراة، إلا أنه لم يستغل، ضاع الكثير من الفرص، لم يستغل الأخطاء التي وقع بها باير ليفركوزن. أيضا عندنا كامبل حصل على فرصة جيدة لكنه للأسف لم يسجل. بعد الهدف التي تلقوه ليفركوزن ضغطوا أكثر، حاولوا أكثر السيطرة على مجريات المباراة، وبالتالي حققوا التعادل. ومن منذ تقريبا نصف المباراة تراجع فريق لايبزيغ، خاصة بعد التبديلات التي لم تبدي فعالية كبرى، إلا أن طبعا يعني المدرب أكد أن لايبزيغ اليوم لن يتأثر في رحيل تيمو فيرنر، حيث أنه تلقى بعض الانتقادات أنه تيمو فيرنر كان عنصر أساسي في الفريق، لكنه قال لا، غيابه لن يؤثر كثيرا على المستوى. هذه المباراة كانت مباراة صعبة، كان يجب علينا أن نفوز بها نظرا لسيطرتهم في معظم المباراة، لكن طبعا عدم استغلالهم للفرص والتراجع في نهاية تقريبا منذ نصف نهاية المباراة أثر كثيرا على الفوز. نعم ليال، أيضا بنفس النتيجة انتهت مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ وضيفه العاصمي يونيون برلين بهدف لهدف. نعم، ايضا جلادباخ لعب بطريقه مميزه جدا، افضل من طريقه لعبه امام دورتموند، كان مكتمل العدد نوعا ما، حصل على فرص كثيره لكنه للاسف عدا وتعثر. ننتظر موسم جيد من بروسيا مونشنغلادباخ، ايضا هو يعني منذ زمن كان الكلاسيكر يجتمع بين باير وجلادباخ، لذلك نتمنى ان يعود هذا الامر مجددا. فريق ايضا يملك لاعبين مميزين برغم تخليهم على بعض اللاعبين من بينهم هازار، ولكنهم يعني بدايه هي لا باس بها. نعم، وأيضا فيردر بريمن عاد ليعمق جراح شالكي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ماذا يحل بالأزرق الملكي؟ تعرض لخسارة مدوية في بداية المشوار بثمانية أهداف كما ذكرنا أمام العملاق البافاري بثمانية أهداف مقابل لا شيء، واليوم يخسر أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف. هنا يجب أن أطرح السؤال، متى يتم أو تتم إقالة مدرب شالكي؟ بداية جدا كارثية، نعم لقد واجه باير عملاق قوي جدا، هناك فوارق كبيرة بين الناديين، ولكن شالكي هو نادي ملكي كما قلت، هو نادي يعني يمتلك أكاديمية مميزة جدا، للأسف هذه الأكاديمية يتم دائما بيعها إما إلى الفرق الأندية في الدوري أو إلى خارج البوندسليغا. لذلك المشكلة في شالكي، نعم الفريق يحتاج إلى الكثير من التدعيمات، إلا أنه بالأساس يحتاج إلى المدرب فيردر بريمن. نحن نعرف أنه في الموسم الماضي يعني عاد ووصل إلى البوندسليغا، هذا الموسم يعني بأعجوبة، كان مستوى سيء جدا، وحتى اليوم يعني عاد بمستوى لا بأس به، لكن الفريق يواصل ويريد أن يصل إلى أبعد المستويات، لا يريد أن يقع في المأزق الذي وقع به في الموسم الماضي. لذلك الفوز على شالكة أعطاه دفعة قوية جدا، لكن شالكة اليوم يحتاج بشكل أساسي إلى تغيير المدرب، لأن هذا الأمر سوف يزيد ويزيد، وبالتالي قد لا نلمحه الموسم المقبل في الدوري الأول في البوندسليغا. نعم ليال، تفضلي بالبقاء معنا، نذهب إلى محور الحلقة الأخير لكن بعد الفاصل. يحل جوفنتوس ضيفا ثقيلا على روما سهرة غد الأحد في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويدخل اليوفي ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما بعد أن قدم عرضا متوازنا في الجولة الأولى بتحقيقه الفوز على سامدوريا بثلاثية، لذلك سيتحتم على تلامذة المدرب أندريا بيرلو بذل جهود مضاعفة للعودة من روما بنتيجة إيجابية. بدوره سيسعى روما الجريح والذي تعرض لخسارة قانونية بالجولة الأولى أمام بارما
نتيجة خطأ إداري سيسعى لتعويض هزيمته بتحقيق انتصار على البطل يكون كفيلا بإعادة البهجة لأنصاره وعشاقه رغم صعوبة المهمة. ليال قمة مبكرة ستجمع بين بطل وحامل لقب الدوري الإيطالي جوفنتوس وروما على ملعب روما غدا الأحد. إذن نعم، يوفنتوس يستعد لهذه المباراة القوية جدا في روما، وهو يعلم جيدا أن روما سيدخل المباراة بقوة كبيرة، خصوصا بعد أن تم تخسيره 3-0 في بداية الجولة الأولى بسبب إدخاله أو شكه للاعب دياورا في المباراة، وهو لم يسجل رسميا في القسم الأول أو في السيريا A1، وبالتالي يسعى يوما غد إلى الفوز على يوفنتوس ويريد تحقيق الفوز الثاني بشكل متتالي على اليوفي بعدما فاز عليه في الجولة الأخيرة في الموسم الماضي 3-0، يريد أن يفوز للمرة الثانية على التوالي عليه يوم غد، وبذلك يكون قد أعاد إحياء هذه الذكرى، خاصة أنه منذ 25 سنة حتى يومنا هذا لم يفز روما في مباراتين متتاليتين على يوفنتوس. لذلك القمة غد نتوقع أن يلعب بيرلو بتشكيلة 3-5-2، برغم أنه أمام في المباراة الماضية لعب ب 3-4-1-2، لذلك سوف نرى كيف ستكون التشكيلة، خاصة أن أندري بيرلو يعتمد بشكل أساسي على الشباب بالإضافة إلى اللاعبي الخبرة مثل بونوتشي بالإضافة إلى كليني وكريستيانو رونالدو. نعم ليال، مثل ما نتابع تدريبات السيد العجوز حتى ديبالا تماثل إلى الشفاء، يعني تقريبا تشكيلة متكاملة لبيرلو. هل سيتمكن بيرلو من العودة من العاصمة بثلاث نقاط جديدة يتربع من خلالها على صدارة الترتيب؟ مع عودة ديبالا وإشراكه كأساسية وما غاد أو بإدخاله في الشوط الثاني إلى المباراة بنسبة كبيرة، نعم ورقيا الكفة تميل إلى يوفنتوس، خاصة أنهم يكون غدا ديبالا بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو في الهجوم، ولديهم في الوسط اللاعب رامزي والدفاع القوي، لذلك سوف يسعى بكامل قوته اليوفي ليفوز وليقترب أكثر من الصدارة، وطبعا يريد عدم السمح لروما بالفوز. هي مباراة صعبة ليست مباراة سهلة، كلا الطرفين يريدان الفوز والوصول أو تحقيق ثلاث نقاط جديدة. قد نتفاجأ بالتعادل، هذا أمر من الممكن أن يحصل، يعني هي ستنتهي إما بنسبة كبيرة إما بالفوز اليوفي أو بالتعادل بين الطرفين، لذلك ستكون مباراة قمة، مباراة نارية وصعبة جداً عليهم. هذا الأمر يعتمد طبعا على التكتيك الذي سيلعب به أندري بيرلو على اللاعبين، تحديدا اللاعبين الشباب الذين سيدخلهم، ولكن بالطبع كريستيانو رونالدو وكليني بونوتشي سوف يكونون أساسيين في تشكيلاته بالإضافة إلى رمزي في خط الوسط. نعم فعلا أسماء قوية ورنانة ونجوم كبار في عالم المستديرة، لكن هل سيرفع ذئاب العاصمة الإيطالية روما المنديل وراية الاستسلام ليال؟ طبعا لما قلت روما سوف يحاولون بشتى الطرق السيطرة على يوفنتوس، فطبعا سوف يعني يحاولون الهجوم، سيلعبون نوعا ما بالدفاع المقدم ليدخلوا على يوفنتوس. يوفي طبعا يعني لا يمتلك اليوم هذه الأجنحة القوية كثيرا، نقطة خطورته ستكون عند رونالدو ومن خط وسطه ودفاعه القوي نوعا ما. طبعا يعني المباراة الافتتاحية لم تكن هي ليست بقياس، أن الخصم كان ضعيفا أمام اليوفي، كانت نتيجة جيدة لأندري بيرلو، ولكن غدا الفوز سوف يكون يعني مؤثرا كثيرا على الفريق ونقطة إيجابية كبيرة لأندري بيرلو في مسيرته التدريبية مع الفريق. لذلك روما طبعا لا سوف يعملون على الضغط القوي جدا، سيحاولون دخول دفاعات اليوفي وسيعتمدون على التمريرات العالية والبعيدة لكي يعني يدخلوا هدفا
في شباك اليوفي، وبالتالي كما قلت يريدون الفوز للمرة الثانية على التوالي لكسر الآن 25 منذ 25 سنة هم لم يفوزوا بمباراتين متتاليتين على يوفنتوس. نعم ليال، أيضا تورينو سقط اليوم أمام أتلانتا، ذلك الفريق الذي استحق الإعجاب والثناء في الموسم الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين، هل سيعيد أتلانتا ذاكرة الموسم الفائت؟ أتلانتا فريق مميز جدا، اليوم نرى لديه فريق شاب، لديه لاعبين مميزين جدا، فريق يعتمد على الاستحواذ ولكن استحواذ بفاعلية، ليس فقط فريق يستحوذ ويضيع الأهداف، لا هو فريق يستحوذ وفي نفس الوقت يستفيد من هذا الاستحواذ من خلال تسجيله للأهداف، وبالتالي الفوز كان كبيرا لأتلانتا، سيطر معظم المباراة، بيلوتي افتتح بتسجيله الهدف لفريقه. طبعا تورينو كان فريقا خجولا اليوم نوعا ما، لان اتلانتا فريق يريد ان يثبت نفسه، هو اليوم الرابع في الدوري وقد نجده ايضا مرشحا للابطال في للترشح الى الابطال في الموسم المقبل. نعم أيضا لاتسيو عاد بثلاث نقاط ثمينة من كالياري بالتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء. نعم أيضا لاتسيو طبعا إيموبيلي هو الذي سجل أيضا هدفا اليوم، فاز كانت المباراة مباراة سهلة كثيرا على لاتسيو، خاصة أن يعني كان هناك الكثير من كالاجري حاول كثيرا أن يزعج لاتسيو، عانوا من بعض الأخطاء الدفاعية، حتى أن الخط الوسط كان ضعيفا نوعا ما، ولكن إيموبيلي كان مميزا، أزعج كثيرا كالاجري وبالتالي حققوا هذا الفوز. فريق ايضا يحتاج يعني ما زلنا في بدايه الموسم ولكنها بدايه جيده لا باس بها، يملكون لاعبين مميزين خصوصا إيموبيلي الذي يسعى اليوم ايضا لتسجيل الاهداف الكثيره ليكون هداف الدوري بالرغم انه سوف يعني سيكون لديه الكثير. نعم. من المنافسين. نعم ليال اشكرك جزيل الشكر الاعلامي المتميزه ليال التيماني، كنت معنا مباشره من العاصمه اللبنانيه بيروت، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم بخير والى اللقاء.